في التشوه البصري والبيئي برضو البقالات، مستوى النظافة ما في تسعير، البضائع كذا مغبرة، يعني الوضع كذا ما كانت الأمور جيدة. يعني النموذج الجديد للبقالات هو اللي هنشوفه دحين، هذا نموذج لوحدة من البقالات. تشوف الاشتراطات مرة أخرى، الواجهة الزجاجية، كاميرات المراقبة، اللوحة الموحدة، في لوحة موحدة لكل البقالات. من الشروط اللي في الداخل أنه كل المنتجات تكون مسعرة، تدخل خلاص كأنك داخل سوبر ماركت. من ضمن الشروط طبعا الدفع الإلكتروني. اهلا وسهلا. ايش هذا؟ شرطوا علينا هذه اشتغل. هذه من الشروط؟ ايوه، هذه عشان الغبار ما يخش ولا الذباب يخش. ما شاء الله. فهذه كمان من الشروط علشان الناموس. والتبريد لازم يكون مكان مبرد. ان شاء الله الامل 70 ولا 71 الف بقاله اللي موجوده في السعوديه كلها حتتوحد فيها المعايير خلال 2021. طبعا لسه في بقالات على النظام القديم لسه ما طبقت الانظمه الجديده، يعني هذه مثلا زرنا بقاله وزي ما انتم شايفين كذا الواجهه لسه ما طبقت النظام، جوا البضاعه ما هي مسعره، فهذا بروسس، هو موضوع حياخد وقت تدريجيا. ولكن الشاهد انه ما في مدينه كنت اروحها الا نلاحظ انه في عدد من البقالات اما طبقت بالكامل او بدات تطبيق النماذج. فنديكم بعض النماذج سريعه، يعني البقالات اللي شفناها كذا صدفه، كنت بصور بجوالي حتى. فهنا طبقين النظام، واحنا هنا فين؟ في تبوك، قريه اسمها القراصه في محافظه العيص شمال المدينه المنوره. حتى البقالات الكنكونه، يعني هذه بقاله مدري متر ونص في مدري كم جوا، مطبقه الانظمه ما شاء الله، وحتى في الحاجز الهوائي وكل شيء. هذه بقاله صغيره في المدينه المنوره في مكه المكرمه بجنب دي، اشترينا فيها مويه بالجوال. الخبر